بسم الله، أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم أونلاين. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على إزاي نحسب المجموع التراكمي باستخدام الداكس Data Analysis Expression. في البداية خلينا نعرف إيه هو المجموع التراكمي من خلال شيت إكسل، لأن ده هيسهل علينا فهم معادلة الداكس اللي هنكتبها كمان شوية إن شاء الله. إحنا هنا عندنا مجموعة من الجداول فيها المبيعات مرة بالشهر أو بالتاريخ ومرة بالعميل ومرة بالمنتج. اللي نلاحظه في الجداول دي كلها ان هي فيها او محطوط ليها ترتيب معين. هنا التواريخ معمول ترتيب تصاعدي، وهنا اسماء المنتجات او اسماء العملاء بالترتيب 1 2 3 4، ونفس الموضوع على البوردات. النقطه دي مهمه جدا في اللوجيك اللي هستخدمه عشان احسب المجموع التراكمي جوه معادله الداكس. طيب انا قبل ما ابدا في معادله الداكس عايزين نبص بشكل سريع على ايه هو المجموع التراكمي. المجموع التراكمي هو عباره عن مجموع الصف الحالي اللي احنا فيه زائد مجموع القيم اللي قبليه. لو دوست دبل كليك هتلاقي ان هو بياخد قيمه المبيعات الحاليه زائد المجموع التراكمي اللي قبليه، اللي هو هنا برضو القيمه الحاليه والمجموع التراكمي اللي قبليه. طيب الاكسل فيه الميزه او الخاصيه بتاعت ان انا اقدر اعمل اشاره لخليه جوه الشيت، لكن البار بي اي او الداكس بشكل عام مش بيتيح ليا ان انا اعمل اشاره لخليه. هو مفهوم الخليه اصلا مش موجود جوه الداكس. انا عندي جدول وعندي عواميد بتحرك في الاعمده والجداول اللي موجوده في الفايل بتاعي. طيب عشان كده احنا عايزين نعيد صياغه المعادله اللي هنستخدمها لحساب المجموع التراكمي. انا هنا كنت بقول الصف الحالي زائد المجموع التراكمي اللي قبليه، لا احنا هنعيد الصياغه بحيث ان هي تكون ايه، ان هو مجموع المبيعات وليكن مثلا في تاريخ 7/1 هو عباره عن مجموع مبيعات كل التواريخ اللي هي اصغر من او يساوي 7/1. يعني انا كتبت هنا 7/1، المفروض المجموع التراكمي يبقى مجموع كل الخليات اللي هو في الحاله بتاعتي 127، ادي هنا 127. لو انا بتعامل على المنتجات، لو كتبت مثلا رقم وليكن 6 فهيجيب لي هنا المجموع التراكمي بتاع الترتيب رقم 6 بالمسلسل هنا، فهيجيب لي كل القيم اللي هي في رقم 6 او قبليها. نفس الموضوع على البرودكت. فده اللوجيك بتاعي ان انا يبقى عندي ترتيب معين، وبعد كده اخد لقطة او نقطة معينة اللي انا عايز احسب لها المجموع التراكمي، وبعد كده اقول له اجمع له كل الارقام بتاع المبيعات اللي هي اقل من او تساوي المسلسل او نقطة او عمود اللي انا برتب بيه القيم. ده كده الفكرة بتاعت المجموع التراكمي. في فيديو النهاردة احنا هنتعرض لشرح المجموع التراكمي بحيث ان احنا نوصل للشكل دوت، وبعد كده هنحل المشكلتين اللي هيظهروا قدامنا. ان انا لو عامل فلتر فالمجموع ما بيبدأش من الصفر، بيبدأ من نقطة واحدة. ده قد يكون سيناريو أنا عايز أوصله أو مش عايز أوصله، فده هنشوف إزاي نحلها. والنقطة التانية إن أنا ممكن يكون عندي جدول التاريخ بتاعي فيه تواريخ مستقبلية، فبتلاقي إن هو بيظهر عندي المجموع التراكمي كخط مستقيم لغاية آخر جدول التاريخ. طيب قبل ما نبدأ شرح المعادلة نبص بشكل سريع على الداتا موديل اللي عندنا أو إيه هي الجداول اللي عندنا. أنا عندي جدول فيه المبيعات اسمه سيلز، وعندي جدول اسمه ديت، ده اللي فيه التواريخ اللي أنا بشتغل عليها. طيب أنا هاجي هنا عندي جدول، الجدول دوت فيه رقم السنة واسم الشهر والسنة، وبعد كده توتال سيلز. توتال سيلز دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن صم عمود سيلز اماونت من الجدول بتاع سيلز. ده هنا حطيته بيقول لي مجموع المبيعات او اجمالي المبيعات بتاعت كل شهر في السنة. لو خدنا هنا مثلا قيمة زي 8,800,000 لشهر مارس 2007، هو الداكس حسب القيمة دي ازاي؟ ان هو بص على الفلتر اللي موجود في الخلية ديت اللي هو شهر مارس 2007، فراح مفلتر جدول المبيعات، جدول المبيعات دوت على شهر مارس 2007، ويجمع الارقام الموجوده في العمود بتاع السيلز اماونت. انا دلوقتي بقول له او انا عايز اوصل لطريقه ان انا لما ابقى واقف في الخليه بتاعت شهر مارس 2007 اللي هي ديت، عايز بشكل ما اقول له لو سمحت خد من مارس والتواريخ اللي قبليها. طيب حاجه زي دي عشان تتعمل فانا الفلتر كونتكست اللي موجود او الفلتر اللي موجود انا عايز اعدله، فعشان اعدل الفلتر اللي موجود هستخدم الداله كالكوليت. طيب خلينا نبدا مع بعض كده خطوه خطوه. رايت كليك على الجدول اللي هنضيف فيه الميجر، وبعد كده هنا هسميه هنا سيلز رانينج توتال 01، واقول له يساوي
شيفت وانتر عشان انزل سطر لتحت، وبعد كده اقول له هنا كالكوليت. انا قلت كالكوليت دي بستخدمها عشان اعدل الفلتر كونتكست اللي انا هشتغل عليه. والمعادله اللي انا هستخدمها اللي هي التوتال سيلز، التوتال سيلز ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع العمود بتاع سيلز اماونت. طيب انا بقول ان اللوجيك اللي انا عايز استخدمه ان انا اخد التاريخ اللي انا فيه او التواريخ اللي قبليه. فانا هبدا اول حاجه همشي خطوه بخطوه، واللي هعمله دوت غلط بس في سبيل الشرح نبقى عارفين احنا بنعمل ايه وليه. فاقول له هنا التاريخ اللي هو مارس 2007 دوت، فانا هستخدم الجدول ديت، واقول له انا عايز اخد العمود بتاع الديت. الديت دوت اللي هو عباره عن مثلا 1/1/2007، 2/1/2007 وهكذا. فانا هقول له الديت اللي هو بتاع الشهر اللي احنا فيه دوت يكون اصغر من او يساوي، اصغر من او يساوي. انا عايز هنا دلوقتي في شهر مارس 2007 اخر تاريخ انا واقف فيه اللي هو في الحاله بتاعتي هيكون 31/3/2007. فعشان اجيب التاريخ دوت، هو التاريخ ده هيجي من خلال فلتر كونتكست، فبستخدم الداله ماكس واقول له على نفس الفيلد بتاعي اللي هو الديت في عمود الديت. وطبعا انا كنت يفضل اعدل التسميات بتاعتي بس يعني ده المتاح حاليا. وقاعده عامه نكون عارفينها ان دوال الاجريجيشن زي ماكس وصم وكاونت والكلام ده كله لما بيجي تعمل لها ايفالويشن بيتعمل لها ايفالويشن من خلال الفلتر كونتكست. فهو هنا لو انا في شهر مارس 2007 ماكس هتجيب لي اخر تاريخ اللي هو 31/3/2007، وهنا التاريخ دوت كل التواريخ اللي في الجدول بتاع الديت هتتقارن مع التاريخ ده ويجيب لي التواريخ اللي هي اصغر من او تساوي 31/3/2007. هاجي ادوس انتر في القوس بتاع الكالكوليت الاول، ادوس انتر هيديني ايرور، هيقول لي المعادله اللي انت عاملها ديت مش صحيحه. طيب بشكل مختصر جدا واضح ايه سبب الايرور دوت، ان هو لما اجي اعمل فلتر جوه الداله كالكوليت ما ينفعش اقارن خليه مع قيمه مجمعه او قيمه نتيجه معادله اجريجيشن. طيب عشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ استخدم نفس الكونديشن او نفس الشرط اللي انا عملته دوت جوه الداله فلتر. الداله فلتر احنا شرحناه قبل كده، تقدر تراجعها لو انت حابب تعرف الداله فلتر بتشتغل ازاي. الداله فلتر باختصار شديد هي داله بتاخد جدول هتبص على الصفوف اللي جواه وتختار مجموعه من الصفوف بشرط احنا هنحدده. الشرط اللي احنا هنحدده اللي احنا كاتبينه هنا دلوقتي ان الديت اللي يكون في الجدول يكون اصغر من او يساوي اصغر اكبر ديت في الفلتر كونتكست. فالداله فلتر اول حاجه هتوزع هتقول لي انا عايز الجدول اللي هشتغل عليه، هقول له الجدول بتاعك اسمه ديت، وبعد كده اعمل كوما واقفل القوس بتاع الداله كالكليت. نراجع تاني بسرعه كده، الداله فلتر هتاخد الجدول ديت وتقارن كل صف في الجدول بتاعها ب 31/3/2007 اللي هو في الشهر اللي احنا فيه دوت، فهيتبقى عندي التواريخ بتاعت اول 3 شهور. هيا اقول له هنا انتر، هتلاقي المعادله هتشتغل معايا ان شاء الله. اسحب المعادله عشان الاقي ان النتيجه اللي بتطلع لي مش النتيجه اللي انا متوقعها. اسحب المعادله هنا كده واقول له بعد اذنك خليها في كوما رقم صحيح. لو بصينا هنلاقي ان الارقام اللي ظهر لي عندي ان هو مش running total، لا ده هو تكرار لقيمة المبيعات. يعني أنا مثلا هنا في مارس عندي 8 مليون، هنا 8 مليون نفس القيمة. ده بيحصل ليه؟ لو أنا بصيت هنا على الفلتر اللي أنا بطبقه ديت، ولما شرحنا قبل كده الدالة فلتر قلنا إن الدالة فلتر بتحترم الفلتر كونتكست اللي هي شغالة فيه. فالفلتر كونتكست في الحالة بتاعتنا هنا شهر مارس، فأنا حتى الآن أنا مش قادر أبص على التواريخ القديمة اللي هي أصغر من مارس 2007. طيب هل انا عندي طريقه اقدر اتجاهل الفلتر كونتكست اللي موجود؟ عندي داله اسمها الداله اول. الداله اول بتجنور بتتجاهل الفلتر كونتكست اللي موجود على الاوبجكت اللي هتشتغل عليه. فانا هكتب هنا اول الاوبجكت او الجدول اللي هتشتغل عليه في الحاله بتاعت الجدول الديت، فاي فلتر موجود على جدول الديت هتتجاهله كانه مش موجود. فبالتالي الداله فلتر هتاخد جدول الديت ككل، بعد كده هتقدر تمسك تاريخ تاريخ في جدول الديت وتبدأ تعمل عملية المقارنة. التواريخ اللي هيتحقق فيها شرط ان هي اصغر من 31/3/2007 في الحالة بتاعت الخلية ديت هي اللي هتتبقى للدالة فلتر. بعد كده تيجي الدالة كالكليت تقول لك انت دلوقتي عايز تحسب
توتال سيلز معلومية التواريخ اللي انا خدتها في الفلتر دوت، هتقول لها هقول لها اه، وبعد كده اقول له هنا انتر، فالمفروض المعادلة هتشتغل وتلاقي الرننج توتال شغال معايا بالشكل اللي انا متوقعه. طيب دلوقتي احنا كده خلاص الحمد لله عملنا المعادلة بتاعة الرننج توتال. لو انا جيت هنا قفلت 2007 وبعد كده 2008 2009، انا ممكن اعمل هنا رايح نفسي رايت كليك كولابس واقول له انتاير ليفل، فهيعمل كولابس على كل الفاليوز. لو جينا بصينا هنا على الارقام هلاقي ان انا عندي هنا كان اخر حركة بيع في الجدول بتاع المبيعات في 2009، بس انا جدول التواريخ فيه تواريخ في المستقبل اللي هي مثلا 2010 او 2011، المستقبل ده بالنسبة لحركات البيع. فانا لما اجي اعرض التقرير ده للمدير واجي اقول له المجموع التراكمي لغايه 2009 كان 372 مليون، هيقول لي طب وايه 2010 و2011 دول؟ فانا عايز طريقه من خلالها اخفي القيمه اللي ظاهره بتاعت التواريخ المستقبليه. اعمل حاجه زي دي ازاي؟ انا هاجي هنا، ده اول تعديل هعمله، هاجي على المعادله بتاعتي واقول الشرط اللي هستخدمه. الشرط بسيط جدا، هقول له لو الفترة اللي أنا فيها دي فيها مبيعات اظهر لي running total، لو ما فيش فيها مبيعات خلاص مش عايز حاجة. فهعمل حاجة ديت باستخدام الدالة F، أجي هنا وأقول له shift و enter واستخدم F، وأقول له بعد كده هنا sales amount. أنا عايز أقول له هل sales amount دي فاضية ولا مش فاضية. لو استخدمت الدالة is blank لما يجي يعمل فحص على is blank هيلاقيها true، تمام؟ فانا عايز اقول له لو هي از بلانك يعمل ايه؟ اقول له انا عايز لو هي بلانك يسيبها فاضيه. طيب الداله اف لو انا عملت هنا كوما وبعد كده انا متين تنصيص، وده مش احسن حاجه، انا بلاش، خلينا نعمل الصح. اقول له هنا نوت، نوت دي هتروح تعمل ايه؟ هتنفي او هتعكس نتيجه الاز بلانك. فهنا الاز بلانك في الخليه دي ترو، هتروح هي تعملها فولس. طيب خلينا نبص بعد كده هنا نعمل كوما، وهنا الجزء دوت اللي هو المعادلة دي هي اللي تطبق لو الكونديشن بتاع اف هو الترو، ففي حالة ديت الكونديشن فولس. انا هقول له انا مش هكتب حاجة للدالة اف، او هكتب بلانك واقفل قوس الدالة اف واقول له انتر او ادوس على علامة الصح. تلاحظ هنا ان انا حليت مشكلة التواريخ المستقبلية اللي هي ما بتظهرش. دي طريقة من الطرق اللي احنا نعالج بيها المشكلة دي. في طرق تانية بس عشان من ايه ما ندخلش في تفاصيل ونعقد الفيديو بتاع النهاردة. طيب اخر حاجة هنتكلم فيها، احنا كده يعتبر حلينا المشكلة ديت اللي هي بتاعت التواريخ المستقبلية. المشكلة التانية هي مش مشكلة، هي على حسب الكيس اللي انت عايزها وعايز تعرض الارقام ازاي. انا هنا عامل فلتر من 17/9/2007، خلينا نلغي الفلتر ده من اول تاريخ عندنا في حركات البيع. هتلاحظ ان انا عندي الترند هنا او الخط دوت بيبدا من نقطه الصفر. ليه؟ لان هو اول تاريخ مبيعات بيشوف في حاجه قبليه ولا لا، ما بيلاقيش، فبيبدا من الصفر. لكن لما ابدا اجي فلتر هنا التاريخ دوت اللي هو كام 4/4/2007، بيجي هنا 4/4/2007 المعادله بتحسب ايه؟ بتقول له انا عايز كل التواريخ اللي من هو ده 7/4، كل التواريخ اللي من 7/4/2007 أو أقل منها. فطبعاً أنا عندي تواريخ أو حركات بيع في 2006 أو حركات بيع في من أول يناير 2007، فالحركات دي كلها بتتحسب. فبتلاقي إن هو في عندي هنا الفرق أو إن اللاين دوت ما بيبدأش من نقطة الصفر. طيب لو الحوار دوت بالنسبة لك عامل مشكلة ومش ده السيناريو اللي انت عايز توصل له، انت عايز تبدأ من نقطة الصفر حتى لو في فلتر، هتيجي هنا وتعدل المعادلة. هتقول له هنا الدالة اول كانت بتعمل ايه؟ بتإجنور، بتتجاهل الفلتر كونتكست اللي موجود على الدالة على التيبل بتاع ديت. في دالة شقيقة للدالة اول اسمها اول سيلكت، اكتب هنا اس وادوس تاب. الاول سيلكت دي بتعمل ايه؟ هي فالدالة all select بتعمل ايه؟ بتحترم الفلتر كونتكست اللي جاي من بره الفيجوال اللي انا بشتغل عليه. فانا دلوقتي عندي فلتر متطبق على الديت في حتتين، الحته الاولانيه من السلايسر اللي قدامي دوت او من الفلتر دوت، فده فلتر خارجي دالة all select هتحترمه، لكن الفلتر اللي خاص بالفيجوال تقول لا انا اسف انا هتجاهل الفلتر بتاعك خالص. ف
هي هتحترم الفلتر الخارجي، لكن الفلتر الداخلي هتتجاهله. فبالتالي بقى الفلتر اللي هتيجي تطبقه في الحالة بتاعتي، الجدول بتاع all select دوت هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن التواريخ كلها من اول 30/3/2007 لغاية اخر حاجة عندي اللي هو في الفلتر بتاعي، وبعد كده هتيجي تطبق الكونديشن او الشرط بتاعك ان التواريخ تكون اصغر من او تساوي اخر تاريخ في اللقطة اللي انت بتحسب عليها. بكده يكون درس النهاردة خلص، عرفنا في ازاي نستخدم الداكس او نستخدم معادلة في الداكس من خلالها نحسب الرانينج توتال. والمعادلة زي ما احنا شايفين قدامنا، انت طبعا تقدر تحمل الفايل دوت من اللينك اللي هتلاقيه في وصف الفيديو او المقالة ان شاء الله هحط فيها الكذا معادلة اللي احنا استخدمناها دول، بحيث انك لو حبيت تطبق عندك مباشر تاخد المعادلة كوبي بيست وتعدل اسماء الجداول اسماء الاعمدة وان شاء الله تشتغل معاك. لو في اي اسئلة او استفسارات اتمنى حطها في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.